بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أعرفكم عن اسمي عبد الحبيب العشيري، رئيس جمعية التواصل الاجتماعي للفن والثقافة والرياضة. أولا سنشارك إن شاء الله مع سفراء الرحالة ابن بطوطة الذي سيكون في مدينة طنجة مهرجان كبير من 9 إلى 12 من شهر 11 إن شاء الله، وسنشارك مع هذه الجمعية بعرض مسرحي إن شاء الله البهالي الجوال، ولذا نطلب من الجميع الحضور لمشاهدة هذا العرض ومشاهدة الفستيفال ديال ابن بطوطة المشهور، بالخصوص على رحلته المعهودة وعلى ما قام به من إنجازات، وكان سفيرا أولا لهذه المدينة. وشكرا لكم.